لقاءنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما في برنامج جلالتي، وصلنا لفقرة النصائح الخاصة بالأطفال، ودائما رفقة طبيب الأطفال الدكتور أحمد الحلو. أهلا بك دكتور. مرحبا. اليوم نبغيو نتعرفوا معاك على كيفية تقوية الجهاز المناعي والدور البروبيوتيك، يعني كنتكلموا دائما على أهمية تقوية الجهاز المناعي عند الأطفال، وكذلك الأهمية ديال البروبيوتيك اللي كنسميوها يعني البكتيريا الصالحة. تماما. والنافعة. النافعة. ال نقولوا مضادات حيوية لي زونتيبيوتيك تيقتلوا هادوك هذا لي ميكروب اللي خايبين اللي مسخين اللي زعما تيديروا لنا امراض. هادو لي زونتيبيوتيك ضد وي بي كاين لي بروبيوتيك، دونك اللي مهم لينا مزيانين لينا. كلنا عندنا دي بروبيوتيك، كلنا في الذات ديالنا هنا وبالاكل ديالنا سميتو كل نهار تنزيدوا شي شويش وتنعطيوه هذا. بعض المرات يكون واحد عدم توازن، بروبليم دو ديزيكيليبر في الذات ديالنا اللي يقدر يكونوا هاد لي بروبيوتيك ناقصين ويقدروا يديروا شي مضاعفات. الوغ هاد لي بروبيوتيك ماشي غير بوحدهم اللي تيعاونوا على المناعه، ولكن بصح الدراسات الحديثه هاد العشر سنوات اللي دازت بدات الاهميه ديالهم كثيره، بالاخص عند الطفل وبالاخص في محاربه امراض التعفنيه ديال الجهاز الهضمي بالدرجه كاع الاسهال والدياري، الامراض اللي تيعطيو هاد الدياري عند الطفل تنقدروا نحاربوهم بزاف بهاد لي بروبيوتيك. راه كلشي الناس يعرفوا دوك الخنيشات ديال داك الخميره ملي تيكون شي واحد في الاسهال، تا هو نوع ديال لي بروبيوتيك يا با كو سا، ولكن نوع ديال لي بروبيوتيك تيعاونوا. هاد لي بروبيوتيك تنلقاهم بزاف ديال الخضر، دونك ملي تناكلو تنغيروا زعما تنوعوا في هذا الاكل ديالنا، دونك تناخذوا من جميع هاد الانواع ديال لي بروبيوتيك. كاين لي بروبيوتيك كاين لي بروبيوتيك، ما ندخلوش في التفاصيل ديالهم، من المهم مفيدين لينا بزاف. كلشي الناس يعرفوا راه بينا خصنا ناكلو متوازنين والخضر نكثروا منهم والفواكه منهم. هنا غير الدراسات وراونا شنو هو بحال اللي تنهضروا على لي زوميغا 3 على القلب، يبقى هذا دابا تنهضر على لي بروبيوتيك. الوغ في الاكل ديالنا اذا كان طفل كبير راه تياكل كلشي دوك الخضار وتنوعوا ليه وتياخذ داكشي بوحدو، اذا كان واحد الرضيع هنا نقدروا نعاونوه. الام في الاكل ديالها متوازن تيدوز شويه ديال في الحليب ديال الام واحد الكميه قليله، مي تيدوز شي شويش. الا كان تياخذ رضاعه اصطناعيه الحليب ديال الفارماسيان كي تنقولوا، هنايا الاغلبيه ماشي كلهم ولكن الاغلبيه ديال الانواع الجديده العصريه ديال الحليب ديال الفارماسيان فيهم هاد لي بروبيوتيك، دونك داخلين ديجا. دونك بصح راه نقصوا من الحده ديال هاد الالتهابات اللي كنا تنشوفوا عند الطفل، ماشي غير لا دياري ماشي غير الاسهال بوحدو، مي حتى ملي تيكون القبض او لا داك الانتفاخ ديال البطن. دونك تيليق بزاف هادشي للطفل. نمشيو الاجابه على تساؤلات الامهات اللي كنتوصلوا بها دائما على الرقم 5080 او الاس ام اس من عند مريم من طنجه. ولدي عنده عام دابا، ويعني عاد قفل عام هاد الشهر، وانا مانياك بزاف موسوسه بالنظافه وخاصه دابا مع ولدي، وكل محيط ديالي تيقول لي راه بزاف راه غادي تضري ولدك بهاد يعني النظافه. فبغيت نفهم منك دكتور فاش غادي نضروا في الافراط في النظافه. هو ما عمرها ما غادي يضروا باش ما يمشيوش الناس غالطين ونقول لهم خليوا ولادكم مسخين راه مزيان لهم، لا النظافه ديما مزيان، ولكن رانا نضفوا حتى نشبعوا. وهذاك الطفل ما عرفت شنو دير ليه وغدور وجا غتلقى شاد مع البلغه ودايره في فمه، دونك غادي ياخذ حقه ديال الميكروبات. واخا ما يوصلش ما نخليهش يحبو ما نخليهش يوصل لهاد الحاجه، ولكن راه غادي نجي نبوسو وغندوز ليه حقي ديال الميكروب اللي عندي في فمي. انا الدات ديالي ما مريضاش بهذا الشيء، ولكن هو غادي يدوز ليه ميكروبات. المهم الدقائق الاولى اللي تيتزاد الطفل الجنين المولود في الدقائق الاولى في الثواني الاولى تيبداو يدوزوا ليه الميكروبات. ملي تيكون يلاه الدري ديك الغوته الاولى تيبداو يدوزوا ليه واحد الميكروبات اللي اما في الرحم ديال الام اولا ملي تنقيسوا حنايا، واخا نديروا قبعات ليغون واخا نديروا اللي درنا غادي يجي باه يشدوا يبوسوا غادي يجي ماما تبوسوا، تندوزوا ليه ميكروبات. ميكروبات اللي تيعاونوا تيمشيو ديريكتومون الجهاز الهضمي ديالو لو تيوب ديجستيف اللي غادي يشدوا بلاصتهم تما وتيربيو هاد المناعه اللي كنقولوا المناعه اللي تنقولوا. الوغ شحال ما كنا نقيين تنحاربوا دوك الميكروبات اللي تيديو المرض، مي في الجو في المناخ ديالنا كاينين ميكروبات اخرين اللي مزيانين. الوغ مره
هما نخرجوا داك الطفل نخليوه يتحاك مع دراري اخرين الا تنخاف عليه وسد عليه ونهار اللي يبغي يدخل المدرسه كي غادي يكون ما يمكنش الا ما عمره ما شم شويه البرد سميتو على براد نهار اللي غادي يتبدل جو كي غادي يدير دونك مره نخليوه يلعب شويه نخليوه شويه يقيس كيف قلتي انا ما نوصلوش ديما ماشي ما نوصلوش ليدين لا غير زعما ديك الام اللي غادي توصل داك البيبرون 10 مرات في النهار يمكن نديرو غير شويه ليه جوج مرات في النهار ولا هذا وبشويه بشويه تيربي هذيك المناعه ديالو وتيقاوم هذا هو اللي خصو يكون من النظافه ديما مزيانه. اسماس من عند ام جهينه من وجده الله ينوركم على كل هاد النصائح. بنتي دابا عندها 11 شهر بديت من 6 شهور كنعطيها الماكله الخضراء والحوت والفاكهه ولكن مؤخرا خاصه مع هذا الصيف اللي كلاتو كترجعوا الخروج ديالها خضر يعني جاري ودائما الحراق في الكرش ديالها مشيت عند الطبيب وخرج لها يعني ادويه ديال الوجع ديال المصران ولكن كترجع لها الحاله. اللون خضر عادي يكون صفر يكون قهوي يكون خضر عادي الا كان شويه خفيف شويه ديال الاسهال نقدروا نتقبلوه الا كان مولفه على واحد غنقولوا تدير خرج ديالها مره في النهار ولا تديروا سته المرات في النهار هنايا كاين مشكل الوغ اما تنبداو بالدوايات بسيط ماشي ولا بدا مضادات حيويه قليل فاش نستعملهم في هذه الحالات اما تنبداو بشي دواء بسيط وكافي وعطى واحد النتيجه مزيان الا ما كانش تنديروا التحاليل التحليل ديال لوكاكا دونك اون فات هذه السيده غادي تمشي عند الطبيب غادي يخرج لها ديك التحليلات تاخذ غير لاكوش داك لوكاكا ديالها سميتو تاع داك البيبي تدير المختبر ومن تعطيونا النتيجه تنعرفوا واش كاين شي ميكروب شي تعفن اللي خصنا نعطيوه المضادات الحيويه ديالو اولا لا ولا غير على حسب لو ريجيم الاكل ديالها غادي يتكاد داكشي. شكرا لك بزاف طبيب الاطفال الدكتور احمد الحلو على كل هاد النصائح اللي قدمتينا اليوم. نلتقي بك الاسبوع المقبل اللي غنتكلموا فيها حول موضوع مشاكل الاسهال عند الاطفال.